بطلنا النهاردة بدأ حفظ القرآن الكريم وهو في عمر 4 سنوات وأتمه وهو 10 سنين. حصل على العديد من الجوائز في مصر وكمان المملكة العربية السعودية لجمال صوته وأدائه. يميزه إنه متقن للـ10 قراءات ويقرأ أيضا بطريقة المسند المتصل. أحلامه كتيرة وكبيرة وإحنا حابين نتعرف عليها. أوعدكم بحلقة مختلفة ومميزة مع الموهوب معاذ أيمن. مساء الخير على حضراتكم وأهلا بكم وحلقة جديدة وقصة نجاح. بطل قصتنا النهاردة متميز جدا جدا في قراءة وتلاوة القرآن الكريم، حاصل على جوائز عديدة في جمهورية مصر العربية وفي المملكة العربية السعودية في الحفظ وكمان كأفضل تلاوة وصوت. ضيف النهاردة الشيخ الصغير معاذ أيمن. برحب بك يا معاذ. أهلا وسهلا بحضرتك وأنا مسلم بالشهادة المتابعين. احنا سعداء جدا بوجودك معنا النهاردة، وهي حقيقي حلقة مختلفة تماما من حلقات قصة نجاح. أنا عارفة أن أنت حافظ القرآن الكريم من وانت عندك 10 سنوات. أنا حفظت القرآن الكريم بدأت حفظ القرآن الكريم في سن 4 سنوات، وبدأت يعني حفظت جزء صغير منه أو جزء في كتاب القارئ هنا، وانتقلنا لمحل عمل والدي المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة. يعني أكملت حفظ القرآن الكريم كاملا في حلقات التحفيظ برعاية خادم الحرمين الشريفين في المسجد النبوي الشريف. ما شاء الله تبارك الله. وابتديت تاخد جوائز بقى من وانت عندك كام سنة؟ يعني أنا أولا بعد ما تميت حفظ القرآن الكريم كامل، حبيت أن أنا أزود الإتقان، فأخذت إجازة بالسند المتصل عن سيدنا رسول الله برواية حفص عن عاصم هنا في جمهورية مصر العربية للشيخ، خدتها من الشيخ محمد السيد عبد الله، يعني أجازني بالسند المتصل عن رسول الله. ما شاء الله. وفي السعودية؟ في السعودية أنا يعني اشتركت في المسابقات الكتير طبعا تبع المدينة المنورة وتبع مدرستي، وحصلت على المركز الأول على مستوى شرق المدينة المنورة كأفضل تلاوة وأفضل صوت. إيه اللي بيميز صوتك يا معاذ؟ يعني وأنا صوتي يعني الكتير قال لي إنه صوتي ميال للمدارس القديمة، مدارس الشيخ المنشاوي، الشيخ عبد الباسط، والشيخ محمود البنا، والشيخ الحصري، الأصوات اللي احنا تربينا عليها. طيب لو حابين إن أنت دلوقتي تتلو جزء من القرآن هتقول لنا ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، إن كنتم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله عليك. كل سنة وانت طيب بمناسبة حلول شهر رمضان والسادة المشاهدين جميعا. قولي معاذ، انت كمان دلوقتي ابتديت ان انت تتعلم القراءات العشر صح؟ ابتديت بمين وفضلك مين؟ يعني وانا الحمد لله بعد ما اخدت الاجازه حبيت برضو ان انا اطور من نفسي، فالحمد لله بدات بدراسه القراءات العشر وهي متواتره عن رسول الله، ودرست برضو جمع القراءات العشر في تلاوه واحده على يد الشيخ مصطفى عبد السميح حسني. ليه حبيت ان انت تتعلم القراءات العشر؟ يعني لانها يعني تزيد القران حلاوه، وانا طبعا حبيت ان اطور من نفسي واكون مختلف بشيء ما. يعني ايه طموحك في مجال القراءة والتلاوة؟ انا في مجال تلاوة القرآن الكريم يعني اتمنى ان اكون امتدادا لعظماء قراء المنوفية في إذاعة القرآن الكريم، كما سبقنا الشيخ محمود علي البنا والشيخ عبد العزيز الصياد والشيخ محمود الطبلاوي، واتمنى ان اكون قارئا بإذاعة القرآن الكريم والتلفزيون بالقاهرة، واتمنى التلاوة امام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الامام الاكبر الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر الشريف. ان شاء الله ان شاء الله. احنا دلوقتي داخلين على شهر رمضان، ايه طقوسك في شهر رمضان يا معاذ؟ طبعا انا الطقوس ديت اتعلمتها بفضل خبرة والدي، يعني هو علمني ان انا حاجة اسير عليها تنظم لي كل وقتي في كل يوم. يعني ببدأ بالورد القرآن الكريم طبعا تسميع لوالدتي، وبحافظ بقى ان هو يعني عشان برضو انا مرتبط بدروسي ثانوية عامة فبعد ما اخلص برضو دروسي بيكون يعني وقت الفطار، وخلص الفطار وصلاة التراويح باذن الله. انت كنت تقول لي ان قبل كده كانت السنوات اللي فاتت عشان ما كانش في ثانوية عامة كنت متفرغ تقريبا، لان انت بتصلي التراويح وبتتأم. كنت بكون ملتزم بمسجد بإمام بالناس صلاة التراويح طول الشهر كامل، لكن السنة دي اعتذرت لارتباطي بدروس الثانوية العامة وكده. ربنا يقويك يا رب الله. إن شاء الله. لك أوراد يومية؟ طبعا يعني هو القرآن الكريم عايز الحفظ، عايز مداومة وتكرار،
فيعني والدتي جزا الله خير الجزاء يعني حريصة دايما ان هي تكون لنا ورد يومي بسمع لها جزئين في اليوم، ان هو بحيث برضه مع الدروس والانشغال ان القرآن الكريم ما يتفلتش مني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بمناسبة ذكر والدتك، انت قلت لي ان هي حلمت بيك وهي وانت لسه ما اتولدتش، جالها الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في المنام وكمان الشيخ الشعراوي. يعني هي حلمت حلمين اثناء فتره حملي. الحلم الاول حلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم ان هو جاءها وبشرها وقال لها انا هاخدك للجنه، ويعني مشوا في طريق لغايه ما وصلوا لبستان اخضر ومليان بالورق الاخضر كله، وكان موجود ثمار التفاح هناك. ولما والدي ووالدتي سالوا بعض المفسرين قال لها ان هو الولد او المولود اللي في بطنك هيكون له شان عظيم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اما الحلم الثاني فكان الشيخ الشعراوي كان في مجلس علم، المجالس اللي احنا بنتفرج يعني ونتعلم منها حتى الان، فكان ان والدتي كانت من ضمن الحضور، فهو اختارها من ضمن الحضور واداها حاجه قيمه في ايديها بس هي ما كانتش تعرف هي ايه، وقعدها مكانه. فلما برضو استفسرنا عن الحلم ده قالوا ان هو برضو المولود اللي جاي كله شأن عظيم وخاصة في مجال القرآن الكريم. يعني ان شاء الله بإذن الله. معاذ، طبعا الشيخ الشعراوي هو من اعظم من فسروا القرآن الكريم. التفسير مش بشدك؟ تفسير القرآن الكريم طبعا بيفهمنا المعنى، وخاصة ان قبل التلاوة لابد ان القارئ يكون عارف المعنى، يعني حتى يكون لانه يعني يجب ان يكون عارف هو بيوصل ايه للمستمع. فأنا من أجل ذلك برضو التحقت بمعهد قراءات بنين طنطا لدراسة تفسير القرآن الكريم والمواد الشرعية الفقه والحديث وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهتتخصص في كده ولا مش حابب أن تتخصص تفسير؟ يعني وأنا المجالي يعني وأنا أحب يعني حابب تلاوة القرآن الكريم، وطبعا التفسير برضو بحب التفسير لأنه برضو زي ما قلت حضرتك أنه هو بيفهمني أولا الآية أو معنى الآية اللي أنا عايز أوصله للمستمع الأول. طب نسمع منك يا شيخ معاذ جزء صغير تجمع لنا فيه مجموعة من القراءات العشر. هنبدأ بإذن الله بالواد حافظ على العصر. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. دي كانت برواية حفص عن عاصم، وننتقل لرواية ورش عن نافع. تفضل. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها
ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. صدق الله العظيم. دي كانت رواية ورش عن نافع، وننتقل لرواية خلف حمزة. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله العظيم. قولي شيخ معاذ، انت ولد وحيد؟ ولد وحيد واربع بنات، العيله كلها ما شاء الله تبارك الله حافظه للقران الكريم. دور الوالد والوالده في دعمكم وان هم يرعوا الجزئيه دي فيكم كان ايه؟ هو اولا والدي ووالدتي كانوا مهتمين يعني من اول صغرنا ان هم يعلمونا حاجه تنفعنا في الدنيا وتنفعنا في الاخره. فاول يعني يعتبر اول ما بدات الكلام ان هم وجهوني لكتاب القريه الشيخ مجدي حمد، وحفظت يعني اللي هو حفظت معاه الجزء الكبير او الجزء اللي هو انا حفظته قبل ما اتجه للسعوديه يعني. فاما يعني بالنسبه بقى كنت حابب برضه اتكلم نوع على موضوع الاكتشاف. واولا كان جدي عليه رحمه الله كان حريص دائما ان هو يقوم برفع الاذان يعني، فكان يصطحبني دائما معاه للمسجد. فيعني جت في مره وقدمني انا الاذان، فلما قدمت هو اكتشف ان صوتي يعني حباه الله يعني موهبه. كان عندك كم سنه؟ انا كنت برضو يمكن 4 سنين اللي هو قبل ما اسافر برضو يعني. فاخبر والدي ان انا برضو بالموضوع ده، والدي بقى يعني جزاه الله خيرا تولى كامل الدعم ويعني لم يبخل باي جهد او مؤازره. ووالدتي جزاها الله لأنها برضو أزهرية وختمة القرآن الكريم، اهتمت بحفظ القرآن الكريم، وحتى لما ختمته كانت دائما يعني كانت دائما حريصة حريص دائما إن هو تراجع مع القرآن الكريم يعني. أنت مش خريج الأزهر؟ لا أنا عام. أنت عام صح؟ لا. وجودك في السعودية وفي المسجد النبوي ده ما يخليكش تتأثر بالتلاوات السعودية؟ يعني هو بوجودي طبعا في المسجد النبوي خاصة خلف يعني الصلاة خلف كبار أئمة المسجد النبوي كان طبعا بقى له يعني شعور خاص، ومما زادني التعلق بأئمة المسجد النبوي يعني. مين أكتر شيخ في السعودية تأثرت بيه؟ أنا بحب يعني من في المسجد النبوي بحب أكتر صوتين بحبهم من هو الشيخ أحمد بن طالب والشيخ صلاح البدير. أما في المسجد المكي أحب الشيخ بندر بليلى والشيخ ياسر الدوسري. طب ولو حبيت أن أنت تقرأ لنا جزء من القرآن بطريقة أحد منهم تختار إيه؟ ممكن نختار الشيخ ياسر الدوسري. اتفضل. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحب المقامات عندك في القراءة إيه؟ والمقامات عامة بيكون كل مقام بيعبر عن حالة الآية أو شعور الآية، في كل آية لها معنى معين، سواء بتتكلم عن الجنة ونعيمها، أما في آية بتتكلم عن النار، أما في آية بتتكلم عن الموت، فكل موضوع له مقام معين. فأنا المقام اللي بتأثر بيه اللي هو مقام النهاوند، اللي هو المقام اللي يعبر عن الفرحة والسرور، وخاصة من الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه. طب ممكن تقرأ لنا جزء صغير بس؟ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك تبارك الله. قبل ما اختم معاك، انا عارفه ان انت محضر جزء في مديح الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، نحب نسمعه منك. هو برضه حبيت اللي هو انا اتعلمت المقامات على يد الدكتور طه عبد الوهاب، واخدت برضه دوره كامله في معهد الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، وانا احب اتوجه لهم بالشكر يعني على كل ما قدموه من اجلي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك يا سيد السادات جئت قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك
أنت الذي لولاهما خلق امرؤ كلا كلا ولا خلق الورى لولاك فبحق جاهك إنني بك مغرم والله يعلم والله يعلم أنني أهواك. النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا بشكرك جدا على هذا اللقاء، وإيه أمنياتك لشهر رمضان الفضيل؟ يعني الله أتمنى من الله أن يبلغنا شهر رمضان وأن يبلغنا ليلة القدر، ويعني أتمنى أن يبدل حالنا من حال إلى حال أفضل بإذن الله. وحابب أشكر حضراتكم الأول، وأشكر السادة المستمعين، وأشكر أتوجه بخلاص الشكر لوالدي اللي هو يعني دايما في ظهري، واللي هو زي ما قلت لم يبخل بأي جهد عليا. ووالدتي اللي هي يعني ربنا يبارك في عمرها، هي مهتمة بحفظ طيب يعني بحفظ القرآن الكريم. وأتوجه بالشكر لجميع مشايخي يعني اللي اتعلمت على يديهم وكل من كان له فضل علي، وأتوجه بخلاص الشكر لأهل قريتي على دعمهم الدائم. الشكر والإحساس بالفضل والامتنان لكل من ساعد ده كرم أخلاق برضو. يعني إحنا كمان بنشكرك جدا يا شيخ معاذ، ونتمنى لك كل اللي انت تتمناه واكتر لنفسك ان شاء الله. كل سنه وانت طيب بمناسبه شهر رمضان. وحضرتك في صحه وسلامه. مشاهدينا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الفضيل. نلقاكم ان شاء الله بعد رمضان وقصه نجاح جديده.